تعود إيجابية على وفد المنتخب الأولمبي. يعني ما أخفي عليك أنه طبيعي أنه يصير انتقاد، بس الانتقاد يعني عادة يكون مو أنت داخل البطولة وتبدأ يعني الأمور تنهار عليك بشكل طبيعي، يعني وكأنه أنه أنت فقدت البطولة أو أحد الأخوان. أنا أذكر شفته لقاء مطلع اللاعب منتخب يلعب فرق شعبية قبل لاعبي المنتخب أولمبي، مصوري لقاء يلعب فرق شعبية قبل أشهر وطلع اللقاء ماله يقول هذا يلعب قبل البطولة. يعني مو بهالطريقة هاي داود. عادة الانتقاد كل ما يكون بناء احنا نستفاد منه، لكنه الهجمة كانت جدا قوية. يعني فعلا احنا المباراة الأولى، شوف هذا التجمع أنا أعتقده لا يشبه التجمعات السابقة، يعني أقدر أقول لك تجمع أسوأ تجمع تجمعنا به. ليه؟ شنو السبب؟ كنا سابقا في فدي اللاعب يجينا الروح يجون الأجانب تكتمل القضية. المحترفين المحترفين هذا التجمع المشكلة قام يجون اللاعبين مثل ناقوط الحب يلتحق، تعرف الأندية تكمل لعباتها، يعني ما تم تفريغ اللاعبين بالوقت اللي كنا نأمل أن يتغيروا. زين ما تغير، يعني رغم جهود الاتحاد واتصالاتنا بدأوا اللاعبين عكس المنتخبات البقية ترى. يعني اليابان اللي هم احترافية كانوا لاعبين جاهزين، يمكن لاعب واحد كان ما وصل ووصل. احنا آخر لاعب وصلنا يوم قبل يوم المباراة، وشون يعني جبنا إيران، بغداد، بغداد، طهران، بصرة. بغداد، بغداد، بصرة، بصرة، قطر. قطر يعني حتى يصل قبل المباراة منتظر يعني منتظر محمد كنوش. كنوش علي جاسم إجانا يعاني من إصابة نتيجة مباراة الأخيرة وضغط المباراة قريب، وكذلك مصطفى سعدون. أكو بعض اللاعبين كانوا يعانون في نفس الدعوة، أكو إصابات طلعت لنا. صفح عمر مشباس، يعني عمر مهاجم يعني له مستقبل، انصاب. محمد هيثم ايضا كذلك انصاب، فكانت الظروف غير طبيعية.